عسلامة. عسلامة مدام، السلام عليكم ورحمة الله. لاباس؟ ربي الحمد لله نشكره ربي يخليك مدام. يعني شعرتني بكري قلت لي راني لوج عليك حاجتي بيك نحب نحكي لك. بالله نوصل ميساج، معناها فرحان بالفيديو هذوما اللي تعديت على اليوتيوب، معناها حكيت في به سامحني مدام قبل كل شيء، حكيت في موضوع الميراث نتاعي، معناها عندي مشاكل في الميراث، الحمد لله عندي عائلتي في كرطاج في مرسى سي بون، معناها باش ناخذ حقي على قريب الارض تاع الوالد، معناها عاونوني الحق تاع ربي معناها. وحكيت في مجال فني وانا ارتيست منيح متعرف، حكيت ديجا قبل قلت لك راني نكتب افلام ونكتب مسلسلات، وسرقوا لي فيلم وسرقوا لي مسلسل تونسي معناها متعرض في العالم العربي ومشهور هو مفيدة خمسة. ثم شكون مش فيديو هذا، فيديو اللي قبلها مع برنامج اخر واقع تونسي، قالوا شبيه هذاك، ومره يجي يحكي موضوع، ومره يحكي على الميراث، او مره يحكي على المجال الفني. انا حكيت مشاكل شخصيه نتاعي اللي هو في الميراث، وحكيت مشاكل فني اللي انا بحكم ارتيست وفنان. بيع موصل ميساج، والله فرحان، بالعكس فرحان فيديوهات هذوما تعديهم، معناها ربحت برشا حاجات، ربحت دي اوفر، معناها ربحت في برنامج جاني عرض من ديستار تونسي، قال لي من غير يسميني اسمي منشط هو في كاتاج بلوس، قال لي راه نورمال جيت تخدم معنا سكتشوات، معناها كان تكتب سكتش. شكون المنشط؟ والله شكون المنشط؟ شمس الدين باشا. حكيت معاه معناها كلمني، قال لي ثم حتى اشكاليه معناها تجي معناها تعمل دي كاستينغ في برنامج كارتاج بلوس، معناها وكان عجبنا سكتش قناه كارتاج بلوس، معناها البرنامج شو اسمه برنامج ما نعرفش شكون البرنامج، قال لك في القناه معناها في قناه كارتاج بلوس تعمل دي كاستينغ، معناها غادي من بعد كان عجبك دي كاستينغ نتاعك، معناها ما ثم حتى اشكاليه. حاب نوصل ميساج لكارتاج بلوس، بارك الله فيكم على العرض هذا، مي انا راني من صحيح نكتب سكتشوات وعندي ننطق الكوميديا صح، معناها بحكم انا قاري مسرح، بحكم ارتيست وفنان، اي انسان قاري مسرح يعرف وقفه نتاعو، يعرف الكاريزما نتاعو، يعرف الشخصيه نتاعو، يعرف كيش يخرج الكوميديا. مي انا مش بي نتاعي سكتشوات، ما نحبش نخدم الخدمه هذيا، انا قلت بي نتاعي شنو هي، بي نتاعي سينما ان شاء الله خارج تونس اللي هي في مصر ان شاء الله، معناها ابارسا جيني راني عرض في الجزائر في ان دو جيني، معناها دو شنو العرض؟ لحظه نحكيو بشويه اقرب شويه. عرض في الجزائر، لحظه بركه، العرض في الجزائر فاش يتمثل بالضبط؟ والله قالوا لي في دي كومونتير، معناها مخرج الجزائري، معناها فيديو نتاعك انت عديتيلي بارك الله فيك مدام، قال لي راهو مسلسل الجزائري، معناها مرحبا بيك تعمل كاستينغ مع حنا في الجزائر وتنورنا، وانت خونا تونسي وكذا برشا الجزائريه، معناها نقدم تحيه للشعب الجزائري. ابرسا معناها انا بي نتاعي يحب نوصل ميساج لكارتاج بلوس اللي هي قناه محترمه ونقدروا دي ستار ونحترموهم، راني انا ما نحبش سكتشوات ومش بي نتاعي سكتشوات، بي نتاعي شنيا، بي نتاعي دراما وسينما ومن بعد جي الكوميديا. خاطرك سامحني ندخل انا بسكتشوات مدام سامحني، نجم انا نخسر برشا حاجات، نخسر مثال ادوار في مصر في الاكشن، خاطر عندي طموح، عندي بي توا معناها في يعني بي تحب تولي كي محمد رمضان. والله شو باش نكذب بصراحه شو باش نقول لك، راني ولي خير محمد رمضان، وانا ولي كي محمد رمضان، ما نقارنش روحي بممثل معناها اللي هو اسطوره في مصر اللي هو معناها حاجه كبيره، بالعكس نجم نقارن روحي نولي انا خير منه، باش بالكونفيونس نتاعي، بالثقه نتاعي، بالخدمه نتاعي. باش سامحني مدام، ثم دي تعليقات كتبوا قالوا هذا يمر بازمه نفسيه، انا صح مريت بازمه نفسيه والحمد لله. كيفاش مريت بازمه نفسيه؟ باهي فسر لك كيفاش، هذه سؤال حلوه على الاخر شويه، فسر لي كيفاش مريت بازمه نفسيه. والله سؤال على الاخر حلوه الشيخ تعليم منك هذا، وقت مريت بازمه نفسيه انا عملت ديبرسيون الحمد لله خرجت منها، واستعملت تريتمون نتاعي الدواء ورجعت لاباس عليا والحمد لله، معناها اللي انا توا عايش من غير دواء والحمد لله رجعت لاباس، مي لقيت فئه معينه من التوانسه شمتوا فيا. قولي شمتوا فيا مدام، معناها انت مرضت وتشمتوا فيا. قولي شمتوا فيا، علاش تشمتوا فيا؟ باهي انا صغير مدام، نحن صغار في الحومه 16 واحد يتلموا الحومه كل يجيبوني انا، شكون يقشر الاخر بالكلام، شكون يحكي خير، شكون يسكت عزيزي، هو انا انت حطوك يعني انت تبدا تقشطر في العبيد، يعني صح مش نقشطر العبيد، يعني شكون تكلم خير شكون سكت الاخر، يعني في حومتي كي تربيت وكي عشت مدام انا عشت معناها خير من حومتي برشا حاجات، مثل عشت كوارجي، عشت نلبس بيان، عشت نخرج معناها، عشت معناها باش نحكي حتى في امور بنات، معناها ولاد حومتي معناها نسكن في حومه انا، جامي صاحب طفله عندها ميكانيك، انا صاحب بنيه عندها ميكانيك، عملت فاكونس. وكي يشوفك انت في ازمه نفسيه هو بالعكس يتشمت فيك، يقول لك يستاهل، علاش؟ خاطر كاو خير مني، خاطر يتكلم خير مني. هذوك شكون الناس هذوكم دي تعليقات اللي صار في كومنتير، هذاك انسان حقود، باش نغلبه انا؟ خدمتك بخدمتي بنجاحي، كي نسافر سامحني خارج تونس نوصل معناها نولي كي يشوفني هو يحل روتانا سينما يلقاني انا، هو تزم يقول شوف كيفاش وصل لهذاك، هذاك نوعيه تاع بشر نسموه نحن انسان حقود. خذا شنيا فاش حقود سامحني، باش يكون حقود في لسانك، باش يكون حقود معاك يقول لك شبيه هو كاخرين مني،
باش نحكي بلوجيك، انا نحكي معاك من عسكر ورجي في حومتي، ما لقيتش زهر في الكوره، ما لقيت زهر فاش لي فرقه تصير، نكتب مسلسلات نكتب افلام، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حاليا قعدتش تحضر في حاجه؟ حضرت شي حاجه توا؟ حاليا انا حكيت في موضوع الميراث، موضوع الرزق، وكيت دي تعليقات مش في فيديو هذايا، بالعكس تعليقات فيديو تاعك انت الناس كو جات معايا، مي فيديو اخرى مع وقع تونسي ما تسمي لي الاسم باهي. لقيت تعليق، انا في شيء اخرى في خدمه، لقيت تعليقات قالوا شبيه انسان هذايا، نقطه على السر، شبيه انسان هذايا كل مره يحكي موضوع في فيديوهات، او مره يحكي على الميراث، او مره يحكي على سيمي فيري، او يحكي على السينما، او يحكي على الدراما. لا انا حكيت على الميراث اللي هو خاص بي انا، مشاكل خاصه. سؤال، عندي سؤال انا توا نحب نساله لك. طبعا حكينا المره الاخرى على اولاد مفيده خمسه وسامي الفهري، وكيفاش فاك لك السيناريو، كلمك سامي الفهري شنو صار؟ صلوا معناها الميساج شنو صار؟ سامي الفهري ما كلمنيش، بالعكس كان يعني شكون اللي معاه اتصلوا بك؟ والله اتصلوا بيا ما فما حتى حد اتصل بيا، بالعكس خاطر هما مهمل قناته، هما يخدموا تحته، بتبيع مش جي معايا بجي كونتري. طب كي سمحش نكلم جعفر القاسمي انا باش نقول له سيمي فيري سقي المفيده خمسه في جي معايا انا، سامحني اسكو يخدم تحته هو مش معايا، بالعكس جي معموله قناه اللي هو يخدم عنده. بالعكس سيمي فيري ديجا انا نقول له حسب نعم وكيل فيه، ولقيت ناس صادقه معايا برشا عباد، لقيت تعليقات مع فيديو تاع كيتي قال هذا انسان صادق، ويعرفوني انا نجيب قران نحطه 60 حزب نحلف معناه ونجيبه هو، كان هو معناه عنده هو يحكي سيمي فيري عنده رجله يجي يواجهني يحط قران كان يكذب عليه السيد هذا، هكا ثم ربي في الوجود. ابرسا انا فرحانه على الاخر لقيت ناس جايه معايا وناس دافع عليا ماشي لمصر معناها انت والله توا شو انا فرحاني انا سيبو عندي عائلتي في كرتاج في المرسى. فيديو اللي تعدى مش معك انت، فيديو تعدى مع في بالي الميراث، لقيت عائلتي واقفه معايا، ديجا عندي ارض في الكيف سي بون باش ناخوها 160 هكتار، حكيت فيه موضوع هذا باش ناخذ معناها تاع جدي الشيخ، معناها باش ناخذ شويه هكتارات منهم باش نعمل بروجي في مصر ونتبع السينما في مصر، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي قدام اللي يحكي هذايا ان شاء الله ننور تونس، ومتاكد انا باش ننور تونس. ثم سؤال سالوني كيفاش باش ننور تونس؟ باهي باش ننور تونس كيفاش؟ معناها باش ننور تونس بخدمتي بالسينما بالفن بالحاجه بليس، ما سامحني انا نجم نكون معناها عندي كونفيونس في روحي، نجم نكون وانا من الصف الاول في مصر باش بخدمتي بالفن بالسينما، وبالعكس باش الناس اللي الحقود الناس اللي يسب فيا، ثم بعض من الناس من الشعب التونسي فئه معينه يسبوا فيا، باش نربح بارتي بالفن وبالخدمه وبرقى السيل، وكي نخدم انا مسلسل فيلم تونسي فيلم مصري في مصر سيناريو تاعينا معناها ونجح في القاعات السينما يقولوا عزيز التونسي، ما يقولش عزيز المصري، بالعكس ننور تونس. ومصر كما قلت لك راه ماهوش بالديكور، مصر بالعكس شنو هي الخدمه نتاعك، شنو هي الطاقه الفنيه اللي عندك في تونس؟ انا سامحني ما دامش نحكي باللوجيكا، في تونس شراهم دي ستار يرحم والديك شيراز خذ مني وقت الكلام، شراهم دي ستار في تونس قاعدين تو في الترز يجيبوا فيهم، لا قاري مسرح لا عمل سينما لا طلع تابيروج لا يكتبوا مسلسلات لا يكتبوا افلام. انا اللي قدامك جيب لي كراسه ستيلو تو، والله اقسم بالله في نهارين كتبت 30 حلقه، نرمو انا كشاب تونسي كليجيان نرمو في دوله اخرى معناها في مصر ولا في اي دوله في سوريا ولا في ولا فرنسا ولا كشتالياني، راهو بالحق راني دي ستار راني معروف على الاخر، انا في تونس يحتقروا، انا في تونس يجيبوا شكون؟ يجيبوا تبع فلان وفلتين وفلتين يحطوه في كرسي ويتكلم ويحل فمه وحشيك ويحل الجلغه نتاعو ويقول لك انا فنان وانا ارتيست وانا كذا وانا كذا، وهو لا يعرف يكتب يقاري مسرح ولا عمره طلع فوق السين انه يكتب مسلسلات يكتب افلام. نحب نوصل ميساج بعض مخرجين تونس مخرجين تاع السينما تونس، ما فيها باس تعاملوا معايا يا نوري بوزيد يا فلان يا فلان، انت تعامل معايا كي ديجا حكيت الموضوع هذا عندي ورقه سيرو، ايش تعامل معايا اخويا عجبك السيناريو نتاعي ما ثم حتى اشكال لي. واضح، يعطيك الصحه، يرحم والديك.